نتاعها. فما حاجه اخرى اللي سمعت المانجير نتاع فخري بن يوسف حكى على رئيس النادي انه عاول في الصفقه، قل له راك تكذب على العباد وحرام عليك تكذب على العباد، انت قاعد تغلط في العباد انه رئيس النادي حاول باش يخدم باش يعاون الصفقه نتاع فخري بن يوسف، معناتها هذا تكذب عليه على خاطر رئيس النادي. قال لك انت ماكش صادق وماكش اونيت وماكش نظيف، البروجي سبورتيف اللي حكيت عليه عناول انت واللعب نتاعك ما عملتوش وما قلتش عليه، وكنت انت دعمناه وفدتنا وفدت الملاعبي وفدت الناس كل، اليوم تكذب على عباد تقول هذا انه رئيس النادي عاونك في الصفقه راك كذاب، وانت مشيت لفرنسا تلحلح به باش يعطيك اللي تعرف بينك وبينه. يا اخي قال لك برا مش يروح، ماكش اهل باش تكون انت تتعامل مع النادي.